مقدمة بسيطة على الـ Inverse of Square Matrix. هنتكلم عن الـ Identity Matrix، الـ Inverse of Square Matrix سواء 2 في 2 أو 3 في 3، وهناخد Application. يعني الأول Identity Matrix، مصفوفة الوحدة لو 2 طبعا هي تكون مربعة، 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4 وهكذا. بيكون الـ Diagonal، الـ Main Diagonal أو الـ Left Diagonal كل وحايد والباقي كله صفار، يعني حاجة زي كده. الدياجونال بس هو اللي فيه الوحايد اليونت والباقي كله صفار، فوق وتحت الدياجونال أصفار. إيه يميزها عن بقية الماتريسيز؟ إن الـ I مصفوفة الوحدة، فأي ماتريكس طبعا ينفع يتضربه. مثلا لو دي 2 في 2 لازم دي 2 في حاجة، لو دي 3 في 3 يبقى لازم دي 3 في حاجة. بتساوي الـ A في الـ I برضو نفس الشيء، لو دي 2 في 3 بدي 3 في 3، 2 في 4 4 في 4، 5 في 2 ودي 2 في 2 وهكذا. المهم لازم طبعا يتبعوا قواعد الضرب. فالـ Identity Matrix في أي Matrix أو أي Matrix في الـ Identity Matrix بيساوي نفس الـ Matrix، مش هيتغير حاجة. وبالتالي كمان الـ A، لا خلينا نتكلم على الانفيرس بعد شوي، هو العنوان انفيرس بس هنستنتج بعد شوي يعني ايه الفوائد اللي هتعود علينا من معرفة الايدنتيتي ماتريكس، وانها ان العلاقة دي يعني تساعدنا في ايه وتمثل ايه بالنسبة لنا في شغل الماتريسيز. نتكلم على الديترمينانت اوف 2 باي 2 ماتريكس. الديترمينانت اللي هو المحدد بتاع الماتريكس، لو عندنا ماتريكس 2 في 2 يبقى اقول A في D ماينس B في C. مرة تانية A في D، دي 2 في 2 يبقى A في D ماينس B في C، زي كده. ده الديترمينانت اللي هنستخدمه في حساب الانفيرس ماتريكس بعد شوية. طيب عندنا الماتريكس A دي 3 في 3، فلازم يكون برضو دي 3 في 3، 3 في 3 تضرب 3 في 3 يطلع عندك 3 في 3. لاحظوا كده معايا دي Identity Matrix، ضربتها في الـ A، لو ضربت الصف الأول في العمود ده هيشتغل الواحد مع الثلاثة 3، والصف الأول مع العمود الثاني هيشتغل الواحد في الماينس 2 يطلع ماينس 2، الصف الأول مع العمود الثالث مش هيشتغل إلا الواحد مع الخمسة يطلع بخمسة، وهكذا الصف الثاني مع ده يبقى الواحد في صفر، الواحد في 2، الواحد في ماينس 3 بماينس 3، الصف الأخير بس الواحد ده هيضرب كده في ماينس 1 يبقى ماينس 1، وفي 4 ب4 والصف ده في العمود الأخير دي ماينس 2، وبالتالي متغيرش حاجة في الماتريكس. فالأيدنتيتي ماتريكس في أي A يديني نفس الـ A. نفس الشيء لو عكست الاثنين دول، جبت الـ A في الأول والأيدنتيتي ماتريكس في يعني بعد كده، ضربتهم في بعض هيطلع نفس الناتج دون أي تغيير. الماتريكس دي 2 في 3 فلازم دي يكون حاجة في 2، وبالتالي 2 في 2 دي لازم تكون مربعة. الايدنتي ماتريكس لازم تكون سكوير، ف 2 في 2 مع 2 في 3 يطلع الناتج 2 في 3، ولاحظوا ان ما تغيرش اي حاجة في الماتريكس. نفس الشيء 3 في دي عبارة عن 2 في 3 في 3 يبقى لازم ابدأ ب 3، 3 في 3. الايدنتي ماتريكس هنا اتغيرت ليه؟ لاني بدلت هنا كان 2 في 3 فيبقى لازم حاجه في 2، 2 في 2 هنا كانت 2 في 3 يبقى لازم 3 في حاجه، 3 في 3، وطلع الناتج نفس الايه ما تغيرش اي حاجه. طبعا نضرب ضرب عادي خالص زي ما اتعلمنا قبل كده يطلع نفس الايه، وبالتالي ثبتنا العلاقه اللي هي الاي ضرب الايه، اي اي يساوي ايه، مفيش اي تغيير. طبعا دي تمارين، لو ضربت 2 في ايدنتيتي ماتريكس 2 في 2 في 2 في 2 هيطلع طبعا نفس دي، ولو عكست هيطلع نفسها برضو 3 في 3 مع 3 في 2 يطلع نفسها، ودي عبارة عن 3 في 2 يبقى محتاجة 2 في حاجة، يبقى 2 في 2 هتطلع نفس دي. جربوا طبعا هيطلع نفس الناتج، مفيش اي تغيير في الماتريكس الاصلية. طيب ندخل بقى على الانفيرس اوف سكوير ماتريكس. احنا اتفقنا ان لو عندنا A 2 في 2 يبقى الديترمينانت A في D ماينس B في C.
ازاي اجيب الانفرس ماتريكس؟ يعني ايه انفرس ماتريكس؟ هي الماتريكس اللي لو ضربتها في الاي يديني الايدنتيتي ماتريكس، يعني ايه في ايه اس ماينس 1 يديني الاي اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. ليها فوائد طبعا في ايجاد الانونز، كل ماتريكس عندنا انون هنقدر نجيب سواء كل حدودها او بعض حدودها. فالاي في الاي ماينس 1 بيتساوي الايدنتيتي ماتريكس. ازاي اجيب الاي ماينس 1؟ اول حاجه احسب الديتيرمينانت، بعدين اقول 1 على الديتيرمينانت، والمين دياجونال ده اللي هو الليفت دياجونال ابدل قيمه، يعني الاي تيجي مكان الدي والدي تيجي مكان الاي. اما الدياجونال الثاني او الرايت دياجونال بس احط اشارات ماينس، هنا ماينس وهنا ماينس، يبقى الاي ماينس 1 بتساوي 1 على الديتيرمينانت في المتريكس الاصليه بعد ما بدلت عنصرين المين دياجونال وحطيت اشارات ماينس للرايت دياجونال. لو حبينا نجيب الانفيرس ل 3 باي 3 ماتريكس ليها كذا طريقه، طريقه حل. طريقه حل يعني منهم ان انا احط الماتريكس الاصليه واحط جنبها ايدنتيتي ماتريكس وبعدين احول دي الايدنتيتي ماتريكس، يعني ده واحد لازم ده يبقى صفر هو صفر وخلي ده صفر، هنا 2 يبقى لازم يبقى 1 وفوقيه وتحتيه صفر، وهنا لازم اخليه 1 وفوقيه الاثنين دول اصفار. طبعا كل عمليه اعملها على صف هنا لازم طبعا بتاثر على بقيه الصفوف في الايدنتيتي ماتريكس، همشي معاه لغايه ما في النهايه احول الماتريكس الاصليه لايدنتيتي ماتريكس يطلع لي الانفرس ماتريكس جنبها اللي كانت ايدنتيتي في الاول، اللي كانت ايدنتيتي يعني هم ام في اي، بعد شويه دي هتبقى اي، هنا هتيجي اي بدل الام، يعني الام دي هوصلها لاي، يطلع اللي على اليمين الانفرس ماتريكس اللي هو ام ماينس 1، وده ام ماينس 1 اللي هو خديه خدتها نقلتها زي ما هي. دي زي المساله اللي فاتت نقدر نحلها يعني بنفس الطريقه اللي قلنا عليها، نحط جنبها ايدنتيتي ماتريكس واعمل الاوبريشنز على الماتريكس الاصليه بحيث اوصلها لايدنتيتي ماتريكس يطلع جنبها الانفرس ماتريكس. تمارين على الانفرس ماتريكس، مثلا مثال زي ده ازاي اجيب الانفرس ليها. اول حاجه احسب الديتيرمنت، هو 4 ماينس 2 بماينس 8 ماينس 3 في ماينس 3 يعني ماينس 9 يبقى ماينس ماينس بلس 9 يبقى ماينس 8 بلس 9 يطلع 1، يبقى الانفرس ماتريكس 1 على دي اللي هو 1 على 1 يبقى بواحد، وبس ابدل ده بده يبقى هنا تيجي ماينس 2 وهنا 4 وهنا تبقى ماينس 3 وهنا تبقى 3. نفس اللي عملته هنا اقدر اعمله على كل 2 باي 2 ماتريكس او ماتريسيز عشان اجيب الانفرس ماتريسيز. بالنسبه لل 3 3 باي 3 قلنا نحط جنب في البدايه الايدنتيتي ماتريكس، لا احطها هنا جنبها على اليمين مش على اليسار، احطها على اليمين واحول الماتريكس الاصليه الايدنتيتي ماتريكس يطلع جنبها الام ماينس 1. فوائد دي ان شاء الله هنشوفها في دروس سابقه، يعني ازاي مثلا لو عندي A دوت B بيساوي C، البي مجهوله والسي معلومه والاي معلومه، طب ينفع اعمل ايه؟ اضرب اي ماينس 1 في كلا الطرفين، فاي ماينس 1 في اي ده ايدنتيتي ماتريكس يروح يبقى لنا البي، والناحيه الثانيه بقى اي ماينس 1 في سي اضربهم في بعض اجيب البي. مره ثاني اي دوت بي يساوي سي، البي مجهوله الاي والسي معلومين، فلو ضربت في الانفرس ماتريكس في الطرفين يبقى اي ماينس 1 في اي ضيعوا بعض يبقى ايدنتيتي ماتريكس في البي تفضل البي. الناحيه الثانيه A ماينس 1 في C، لازم اعرف اجيب الانفرس ماتريكس عشان اضربها في السي، بعد ما اضربها هيطلع البي جاهزه، وبالتالي اقدر اجيب النون ماتريكس من باستخدام يعني الانفرس ماتريكس. ان شاء الله نشوف الكلام ده في دروس قادمه. كل اللي احنا خدناه النهارده مقدمه ازاي اجيب الانفرس ماتريكس ويعني ايه ايدنتيتي ماتريكس، ان شاء الله يكون يعني في استفاده في الدرس. اشتركوا في القناه، اعملوا لايك
وشوفونا إن شاء الله، تابعونا علشان الدروس القادمة هتكون تطبيقات على اللي احنا قلناه في الدرس ده، وهتكون أهم وأفضل من ده.